من خبر مبهج، الشروق. خبر مبهج ده اللي جاي مبهج، ده. تمام. الشروق صفحة أولى، تونس تختبر ثورتها اليوم في أول انتخابات بعد بن علي. ألف مبروك للتوانسة، النهاردة بيحصدوا بعد 9 سنوات من ثورتهم على الدكتاتور بن علي أول ثمرة حقيقية تتعلق بإجراء انتخابات. والحقيقة اللي احنا بنغبطهم عليها، يعني ما نقولش بنحسدهم، بس مثلا مشاركة التوانسة في الخارج في هذه الانتخابات مبدأ نرجو أن نراه في مصر أم الدنيا. الحقيقة تونس النهاردة بتعيش عرس ديمقراطي حقيقي، وأيا كانت النتيجة أخذها حزب النهضة الإسلامي اللي يعني بيقال أنه هيكون له الغلبة في هذه الانتخابات وإن لم يكن الأغلبية، الحقيقة تونس حققت نجاحها الحقيقي بأنه الديمقراطية النهاردة بتمارس على أوسع نطاق. الأغلبية الصامتة خرجت لتدلي بأصواتها. أيا كان الفائز، تونس ستمر بمرحلة قادمة تختبر فيها كل الآراء، تمام. ربما تغيرها بعد عدة سنوات، ولكن النهاردة صندوق الانتخابات هو اللي هيكون الفيصل. المصري اليوم صفحة 3، الجهات الأمنية تحدد عدد السجناء المصريين في صفقة أيلان أو أيلان. أيلان، أيلان جرابيل، الجاسوس الإسرائيلي الحاصل اللي بيحمل الجنسية الأمريكية واللي تم القبض عليه في خلال الأشهر القليلة الماضية، وقيل إنه كان من المحرضين على حرق اسم الأزبكية ومن المشاركين اللي كانوا تواجدوا في ميدان التحرير. الحقيقة أيلان بيظل، هو الصفقة لحد دلوقتي وصلت 28 مصري. ده اتقال 31 واتقال 80، في أرقام كتيرة. ولهذا السبب في يعني متحدث يعني لم يشر إلى اسمه قال إنه الملف هذا على درجة كبيرة من الحساسية، اللي موجودين هناك في إسرائيل ليسوا أسرى ولكنهم مواطنين ارتكبوا جرائم، بيتم حصر أسمائهم وكتابة التهمة اللي ألحقت بيهم والعقوبة بتاعتهم. أعتقد إن هيكون ليها توصيف قضائي هنا، تمام. هل هيدخلوا أستاذ أمال؟ أنا طبعا الجهات الأمنية تحترم وطبعا وهم أضرب كل اللي ممكن يحصل، لكن أنا كمواطن يعني عادي بسأل، هو ليه ما يبقاش زي مثلا الصفقة بتاعت 1000 فلسطيني؟ يعني عندنا 1000، حتى لو احنا ما عندناش 1000 مثلا سجناء إسرائيل، يكون فيهم فلسطينيين تقصد يعني؟ يبقى فلسطينيين، يبقى فيهم يعني يبقى في حد، اعتقد يعني اعتقد عدد المساله عدد بتت يعني بتتحسم بالمشاورات والمداولات، لانه نعم. في النهايه بتدخل اطراف كتيره قد يكون، وممكن يبقى ليها حسابات تانية، حسابات اخرى تماما. ممكن يبقى ليها حسابات تانية. انا مثلا شخصيا ما اعرفش، ممكن حق. يبقى بس لانه تمام. في مصر، تمام. فهو في ايدي مصريه، فما تمام. يصحش ان احنا طب لو خدنا حبه الفلسطينيين دول، نعم. اشمعنا دول؟ اعتقد المساله احنا بنثق على فكره في الناس يعني بتوعنا اللي بيتعاملوا مع اسرائيل، عارفين كويس قوي هم بيعملوا ايه وبيفكروا ازاي. الاهرام صفحه اولى، عيسوي يستجيب لمطالب أمناء الشرطة وأفراد الأمن بالتدرج الوظيفي وإلغاء المحاكمات العسكرية. هو طبعا في مطالبات في جهاز الشرطة بإلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس التأديب، وبيطالبوا بجمعية أهلية ليهم عشان يعملوا مساكن. أعتقد أنه هذه الترديات مطلوبة لجهاز الشرطة، ولكن في مقابل هذه الترديات اللي بيقدمها اللواء عيسوي وزير الداخلية، نتمنى أن نرى في المقابل جودة في أداء الشرطة. يعني مش بتبقى ترضية على سابق، ولكن ترضية على مستقبل. نأمل أن نراه منظما أفضل كثيرا مما لاحظناه في الشهور القليلة الماضية من اختفاء، تقريبا مش هنقول اختفاء كامل، شبه اختفاء لجهاز الشرطة بالكامل. هي ترضيات والله، هو مش حقهم اختفاء في النهاية. بصراحة احنا عمالين نقرأ في الجرائد اليومين دول أكتر وأكتر أنهم بيمسكوا قواضي مهمة، بيمسكوا بلطجية مهمة، يعني بنشوف عدد بس يظل كبير من في القضايا يعني بتتمسك. ولو حضرتك لاحظتي ان الجيش ما بقاش موجود في الشوارع دلوقتي، وان الشرطه هي اللي موجوده في الشوارع. انا النهارده جاي من طريق مثلا السويس، يعني كان زمان يبقى فيه دبابات ومش عارف، دلوقتي ما بقاش فيه. يعني لغايه لما اوصل للزمالك هنا انا ما بقتش اشوف الدنيا بقت احدث الجيش شوي. انا بقيت اشوف الشرطه، ده معناه ان هو بيدي الفرصه للشرطه ان هي تحزم الامن في مصر، وده انا اتمناه فعلا. هو ده طبعا كلام جميل، وفي المقابل كمان في كلام اجمل منه، انه بقى في مدينه سكنيه وفي ترديات لطيفه، فنتمنى انه يبقى مقابل هذه الترديات الجميله جهد وعلى اكثر فكره هم في العمل. كمان طلعوا يعني زي بيان او زي روشيتا، ان المفروض انك انت يا ضابط او يا امين او يا شرطه، انك زي انت ازاي تتعامل مع الشعب بشكل إطار أخلاقي إطار أو مساق أخلاقي، وده كويس، خطوات كويسة جدا. نتمنى أن احنا نبرز على فكرة أكتر وأكتر الحاجات الإيجابية اللي بتحصل في مصر. المصري اليوم صفحة أولى، وزراء شرف ورجال مبارك في جنازة أنيس منصور.
طبعا الأستاذ أنيس منصور أستاذنا الراحل الذي أسر المكتبة العربية بالكثير، خرجت جنازته أمس من عمر مكرم، شارك فيها فنانين ووزراء سابقين وحاليين ورجال سياسة ورجال ثقافة ورجال صحافة. الحقيقة بما أن لطول الفترة الزمنية اللي عاشها أستاذ أنيس كان من الضروري أو من الطبيعي أنه يكون له علاقات مع الجميع، فعندما يخرج رجال من النظام السابق ورجال من النظام الحالي هو طبيعي جدا. نطلب له الرحمة ونتقدم لأسرته بخالص العزاء والأهرام أيضا باعتباره من أحد أكبر كبار كتابها. أستاذة أمال العويدة الكاتبة والصحفية في جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا فن. الله يخليك. كاميرا نهارك سعيد، طبعا لازم تكون في الجنازة بتاعة الكاتب والأديب والفيلسوف اللي أعتقد ما فيش مثقف في العالم العربي مثقف زيه، رحم الله أنيس منصور. الكاميرا كانت هناك وهنشوف التقرير الخاص بالجنازة. نهاركم سعيد.